عالم بلا إرهاب، عنوان تحت مظلة المنتدى العربي الأفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف بنسخته الثانية على التوالي، لمناقشة سبل معالجته وأهمية الإرادة لمحاربته، بحضور عراقي وعربي من قبل أطراف حكومية وغير حكومية. لا شك أن تجربة العراق تجربة رائدة في هذا المجال، وسيطلع العديد من الباحثين ورؤساء مكاتب الدراسات والمسؤولين في الدول على تجربة العراق وتبادل الخبرات وعقد الصلات مع المسؤولين العراقيين. الإرهاب لا دين له عبارة تناولها السياسيون وهم لا يعلمون كيفية وصفه. اعتبروا الندوة هذه تجربة تكاتف دولي للقضاء عليه بمجهولية صيغته ورسمه. هل هو سياسي أم فكري أم الاثنين معا؟ الإرهاب بالتأكيد يتمركز في تلك المناطق، ومن خلال الرؤى المشتركة للأفكار المشتركة يمكن نصل علاجات مشتركة. أنا أعتقد لحد الآن التوصيف للإرهاب نحتاج إلى توصيف حقيقي واقعي، هل هو سياسي، هل هو فكري، هل هو عقائدي، هل هو إجرائي، يعني هذه الأمور يجب أن نتفق عليها. لحد هذه الدقيقة نحتاج إلى توصيف أولا، ونحتاج إلى تعاون دولي. معالجة الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع هو أبرز ما ينتهي به أي مؤتمر يعنى بشؤون الإرهاب، لكن مسألة القضاء عليه تبدو أنها طريق طويل أمام سالكيه، وهو ما يحتاج إلى جهود واستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد. من بغداد، فاطمة نزار، الرشيد.